فنيا الهلال والنصر بكره؟ والله بوجود الفريقين عندهم الحافز، انا شايف النصر عنده حافز ان هو عاوز يكسب وياخد كاس والموسم بتاعه يبقى احسن كنتائج او ياخد بطولات، والناحيه الثانيه الهلال عاوز ياكد تفوقه على النصر. لكن الماتش فنيا انا شايف ان الفريقين كتاب مفتوح، يعني سادس مره يلعبوا مع بعض في الموسم، فمفيش حاجه مختلفه هتحصل، مفيش تكتيك معين ممكن يختلف. لكن انا شايف من وجهه نظر شخصيه النصر عرف يقابل الهلال وتنازل عن كبريائه الماتش بتاع الدوري الاخير لما نزل تحت الكوره واستنى التحولات الهجوميه وضغط في اماكن معينه، لان الاربع ماتشات اللي قبليهم كان بيفتح الملعب ويعمل الضغط العالي على الهلال، والهلال عنده القدره الكبيره جدا وقويه من خلال لعيبته ان هو يقدروا يطلعوا بالكوره من تحت ويفضوا المساحات ويعملوا مشاكل للنصر، لان النصر عنده مشاكل في بطء المدافعين بتوعه في منطقه التحولات الدفاعيه بتاعته. فالنصر عنده الميزه ان هو عارف خلاص هيلعب الهلال ازاي، ولكن لما تيجي تعمل جيم بلان لازم يبقى معاك التوفيق. لو بصيت على ماتش النصر والهلال الماتش الاخير، النصر وصل كتير لمرمى الهلال لكن ما عرفش يفنش الهجمات اللي هو عرف يوصلها. عشان كده المدربين الاثنين قال لك ان التفاصيل الصغيره اللي هتنهي المباراه دي. يعني ايه التفاصيل الصغيره؟ يعني مش التكتيك، مش ازاي هنشتغل مع بعض، الكلام ده كله اللي هينهي الماتش ده التفاصيل الصغيره، الكره ثابته، فينش لعيب، كواليتي لعيب واحد ضد واحد، الحاجات دي هي اللي بتخلص زي المباريات. الهلال الناحيه الثانيه ما اعتقدش ان هو هيتنازل عن اسلوبه، هيبدا الهجمه من تحت وهيشتغل من تحت عادي وهيبدا يضغط على النصر. والنقطه بتاعت الهلال عشان يكسب لازم يضغط على النصر ويخلي النصر ينزل لللو بلوك، لان النصر هيبدا بالميدل بلوك اللي هو هيبدا ال 10 لعيبه تحت الكوره في نص الملعب، على اساس ان هو لما يقطع الكوره ويضغط كويس يعرف يتحول يبقى قريب من مرمى الهلال. فالنقطة اللي هيلعب عليها الهلال ان هو يرجع النصر لتحت لللو بلوك بتاعه عشان لما يجي يتحول هجوميا، لان دي النقطة اللي فرقت الماتش اللي فات في الدوري، ان النصر لما تحول عمل خطورة كبيرة جدا على الهلال. الهلال عنده مشكلة ما بنتش مع فرق كتيرة اللي هي الضغط العكسي بتاعه لما بيخسر الكورة، لان النصر مختلف فنيا، عنده كواليتي مختلف، عنده ساديو ماني، عنده كريستيانو رونالدو، عنده اوتافيو، عنده بروزوفيتش، يعرفوا يطلعوا بالكورة من تحت. ولكن اما تطلع بالكره في التحول الهجومي من وسط الملعب مختلف تماما، غير اما تطلع بالكره من تحت قوي من اللو بلوك من الجون بتاعك، هياخد وقت كبير جدا في طلوع الكره، فالضغط العكسي بتاع الهلال هيبقى احسن واقوى ان هو يعرف يقطع الكره تاني ويستغل ويبدا الهجمه تاني. الاثنين كتاب مفتوح زي ما قلنا. انا شايف ان النصر النقطه المهمه اللي لازم يلعب عليها هو استغلال الفرص اللي هتجيله. النصر وصل له فرص كتيره الماتش اللي فات لكن ما عرفش يستغلها. الهلال زي ما قلنا هيحاول يضغط ويخلي النصر يبقى موجود في اللو بلوك بتاعه عشان يقلل التحولات الهجوميه بتاعته، ولكن انا شايف ان مباراه بكره ان شاء الله